لاعبي نادي غزة المحلة أحمد عبد العال ومحمد محسن. أحمد، ثوران في الجماهير المحلاوي وغضب في المحلة وهنا في الملعب نتيجة 5-0 على غزة المحلة. طبعا نتيجة كبيرة، بس احنا كنا متماسكين في أول ماتش، في أول لحد الدقيقة 30 كنا ماشيين كويس. هي يعني يعتبر جونين أو 3 جوان في 12 دقيقة هما اللي عملوا النتيجة الكبيرة ديت. مش عارف والله، انا مش عارف اللي بيحصل، بس ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. ما نقدرش ايه اللي نقول بيحصل كده. يا احمد، ايه اللي بيتقال في الغرف المغلقه؟ والله ما بيتقال في الغرف المغلقه، احنا كل ماتش عايزين نفرح الجمهور، عايزين نعمل لهم حاجه، وعايزين بس ما تفهمش بقى، بننزل الملعب يعني مش عارف، قله خبره، مش عارف ايه. بينكم من بعض اللعيبه ما بتحسوش مسؤوليه؟ 7 لقاءات، ده اللقاء الثامن اخدت منهم نقول هدفين ومنهم هدف ضربه جزاء. لا احنا اللعيبه احنا مقصرين، مش هنقول احنا مش مقصرين، احنا مقصرين طبعا، بس احنا يعني مش عارف والله، اقول للجمهور هنتمرن ونعمل اللي علينا وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. محمد محسن، ديفندر غزه المحله، النهارده الكابتن احمد حسن لعب 3 في وسط الملعب، انت واحمد عبد العال وحسام غالي، ودي تجربه جديده بسبب اصابه الاثنين لعيبه اسامه رجب ومحمد البعلي. طبعا وجودك في التشكيل الاساسي كانت مفاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا والله ببدا كلامي طبعا مش عارف اقول ايه، بس الحمد لله مش اول مره نلعب 3 ديفندرات، يعني ماتش الاسماعيلي برضو كنا 3، وماتش الانتاج الحربي لعبنا ب3 ديفندرات، والحمد لله طبعا على الثقه اللي الكابتن اداها لي، والحمد لله يعني، بس مش عارف اقول ايه على الماتش. يعني نازلين الحمد لله، يعني اول 30 دقيقه كويسين ومقفلين، بيجي فينا جوان بدلك كده، بتيجي جوان غريبه بعد كده الدنيا بتتفتح، فمش عارف بصراحه. يا احمد، ايه اللي ناقصكم؟ والله احنا مقصرين، يعني طبعا الجمهور له حق في اللي هو يعمله، ان احنا مقصرين جدا، وما ينفعش ان غزل المحل يبقى في الترتيب ده وبالشكل ده، واحنا هنحاول احنا نتمرن وان شاء الله الفتره الجايه نعمل يعني نجتهد اكتر، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب مننا باذن الله. يعني احنا داخلين على فتره الانتقالات، هل طبعا اكيد في احتياجات للفراوده بطريقه مهمه جدا، لان المحل بيلعب بدون فروت. والله انا ما اقدرش اتدخل في الحاجات دي حاجه الجهاز الفني والناس المسؤوله، فما اقدرش ان انا اقول احنا محتاجين ايه ومش محتاجين ايه، الناس هي اللي شايفها والاداره اللي شايفها والجهاز الفني طبعا الاحتياجات هم بيطلبوها من الاداره، فانا ما اقدرش ان انا اتدخل في حاجه زي دي يعني. لقاءات اخرى